مرحبا شباب، ماكو طيب من القص والكباب. اليوم مثل ما وعدتكم التقيكم ويسكي جديد من الويسكيات الموجودة بالعراق، بلندد ويسكي من هايلاند. بالنسبة للبلندد ويسكي اليوم راح نحكي شنو الفروقات عنه وعن السنجل مالت، وراح نقدم هذا الويسكي مثل ما وعدتكم السيف العظيم كلايمور. هو ويسكي طبعا سكوتلندي من هايلاند مثل ما قلنا. نبلش شوية بالتاريخ كالعادة. بالنسبة للتاريخ، ليش اسمه كلايمور؟ كلايمور اسمه يعني السيف العظيم، هذا أبو القبضة اللي تشيله بيدين اثنين، هذا الثقيل. فهذا كانوا يستعملوه بالحروب الاسكتلندية القديمة، إذا شايفين فيلم بريف هارت، ويعني من هذني الحروب ماكو، فلذلك سموا اسم الويسكي عالية، فلأنه وين صارت هاي الحروب؟ صارت بهايلاند، فلذلك اختاروا واحد من أسماء الويسكي هو هذا الكلايمور وسموه باسمه. بالنسبة للكلايمور طبعا هو مثل ما قلنا بلندد ويسكي. هسه راح نجي شوية، هو التاريخ مو هواية يعني بحكي. بالنسبة للتاريخ هو تصنيعه كان 1890، ما بأي يعني نسخ ثانية. كلايمور هو نسخة واحدة من قبل، يعني أكثر إنتاج هو تقريب صار له 40-45 سنة زاد الإنتاج مالته، ومشي لحد الآن. هو هذا الويسكي بهذا الشكل اللي تشوفونه. طبعا بالنسبة إيش قد عمره، مثل ما قلت ما بي أعمار، هذا اعتمدوا على الأصلي، فيتراوح من 4-5 سنين. فهذا ويسكي ممتاز بالنسبة للناس المبتدئين بالويسكي يجربوه. زين، احنا قدمنا ويسكيات من هايلاند، وراح نقدم بعد ويسكيات من هايلاند. الفرق شنو؟ الفرق هذا بلندد، البقية كان سينجل مالت. فإذا تذكرون أبو الدب وأبو الذيب، فهذني راح نحكي عن الفرق بين السنجل مالت والبلندد. بالنسبة للسنجل مالت مثل ما قلنا هو يكون من حبة واحدة، حبة شعير واحدة، ما يخلطون وياها أي نباتات ثانية، وعادة تكون من محطرة واحدة، هناك يخمروه، ما يصير يتخمر بعدة محطرات. بينما بالنسبة للبلندد لا، البلندد اكو شغلتين، بلندد اكو بلندد سكوتس ويسكي، هذا الاصلي، هذا شي يسوون بس يزوجوه وي بقية الحبوب مثلا وينذره، فيخلون نسبة. بالنسبة لهذا ما كاتبين يعني حسب المصادر ايش قد النسبة، بس اكو خلط بالموضوع، وهسه نجي شنو يجوز من خلال الطعم راح تعرفوا ايش قد النسبة، بس كنسبة محددة ما قايلين. بالنسبة اكو بلند الثاني، هذاك البلندد لا، ذاك يخمروه. لاحظ الفرق بين بمقطرتين او ثلاثة يصير التخمير، مثل ما قلنا سابقا كان اكو تاريخ ممنوع انه انت تخمر، بس بالنسبة ها بالنسبة السنجل، ولذلك انت راح تضيع حقك بالنسبة السنجل. بينما بالبلندد لا، واكو فرق بين الجرين ويسكي، واكو فرق بين السنجل مالت، فلذلك راح يكون البلندد اكو بلند الثاني، ذاك مو بهذا البلند سكوتش ويسكي،
ذاك يسموه بلندد مالت. ذاك البلندد مالت يخلطوه يعني يودوه غير مقطرات ويجدون خمروه يعني تخميرات ثانية، فلذلك هم يسموه بلندد. بس بالنسبة للبلندد الأصلي يعني أغلب الوسكيات البلندد الموجودة بالسوق هي تكون بلندد سكوتش ويسكي، وها معناها انه يخلطون الحبوب ولازم تفرقوا لي بين خلط التخمير وخلط الحبوب. احنا من اجينا شرحنا بقية الويسكيات ما قلنا انه راح يخلطون حبوب قبل التخمير، فلذلك البلندد هذا لا يصير بالسنجل مالت طبعا. بالنسبة للبلندد لا يخلطوه قبل التخمير. زين، فلاحظ لي الفرق. انا حكيت قبل عن ويسكيات انه عندك يكون خلط بالبراميل، اكو براميل ذرة اكو براميل بلوط. عادة براميل بلوط هي تكون الاسكتلندية، والبراميل الذرة تكون الامريكية. فاتمنى تعرفون هسه شنو الفرق. الفرق بس بالنبتة، انه سينجل مالت نبتة وحدة ما تنخلط، هذا لا نبتة شعر بدون خلطة هو عدة نبتات ثانية قبل التخمير. بالنسبة للويسكي نفسه شنو اطعامه؟ اطعامه تكون عندك حاطين لي نستلة حليب وكراميل على مود المذاق الحلو. اما بالنسبة للتخمير فيتخمر حمام مثل ما قلنا بشرفات البراميل الاسكتلندية، وبعدين طبعا يزوجوها ويا البراميل الامريكية اللي هي تكون براميل الذرة. فلذلك راح ياخذ الحلا، فلذلك يكون هذا عندك بي حلا بس شنو خفيفة، لأنه مدة التخمير الأكثر هي بالبراميل الاسكتلندية، فيضيفوا له بس الطعم يعني يكون الطعم الحلو عن طريق الهاي نستلة الحليب، إضافة إلى شوكليت، إضافة إلى فحتى يعطيك الطعم الغامق. إيش حطي لك حبوب القهوة، فصار عندك معادلة هنا. إضافة إلى طبعا شجر البلوط البراميل الاسكتلندية، طبعا تعطي الطعم والنكهة لهذا الويسكي. بالنسبة للهايلاند تتعرفون هو يكون شوي أطوخ من السبايسايد، فيكون هذا أغمق الطعم. بس شنو، بما أنه هو بلندد فراح يكون مذاقه سلس، ولذلك أنا رجحته بالنسبة للناس المبتدئين. فإنت إذا تريد تبدي بهايلاند ويسكي بلش بهذا البلندد، أحسن مما تبلش بسنجل مالت مثلا أبو الدب وأبو الذيب، هذني لا سينجل راح يكون طعمهم أقوى، خمرتهم أكثر 12 سنة لا خمرته أقل، بمذاق حلو. تدخين بالنسبة للهايلاند عادة يدخنون، هذا يعني التدخين مالته قليل لأنه قلنا الفرق بينه وبين السبايسات. التدخين راح عندك يكون هنا شوي مو هواي، لانه مدة التخمير قلنا 4 إلى 5 سنين. فعلى هالاساس نقدم خلطة الاسبوع من ويسكي السيف العظيم كلايمور، ونشوف شنو مذاقه. نبلش كالعادة، هذا بما انه بلندد اليوم فالخلطة شوية راح تختلف، فراح نخلي بكل جلاس، انا عندي اليوم ثلج صغير فراح اخلي 3 زين. بس الفرق انه وين، انه اني من اصب
الويسكي ما راح اخذ ثلاثة، لا تذكرون بابو الدب وابو الذيب صبينا ثلاثة لانه كان قوي، فهذا تحطون اربعة فيكون المذاق هو المضبوط بالنسبة اللي يشرب طعم اغمر يقدر ياخذ ستة، لانه لحد الان هو هذا الويسكي يعني مو قوي، واللي يشرب كل شطوخ هذاك يشرب يقدر يشرب يعني ثمانية، بس ما اعتقد راح تطلع لك طعمة الويسكي، راح تصير لك طعمة كحول ولا اكثر ولا اقل. المهم احنا نجرب الخلطة ام الاربعة ونجرب ام الستة ونشوف شنو الفرق بيهن. فبالنسبة نبلش بالضعيف على مود لا يضيع الطعم. صحتكم شباب، تشيز. هاي الطعمة الويسكي الاسكتلندي المضبوطة بس على اخف. نشوف ابو الستة. هاي تعطيك هسه صار الطعمة الاطوخ تقريبا، بعد هي مذاقة اخف من مذاق ابو الدب وابو الذيب، يعني لحد الان حتى التستة بس شنو يعطيك الطعم الويسكي، ما تضيع حلاته، ما تضيع مثل ما وصفه بكراميل بالقهوة القليلة مو هواية، وعندك النستة لطعم النستة ليجي مضبوط. فهذا الويسكي تقدر تستعمله مثل ما قلنا بالفيديو مال الخلطات الاسبوع السابق مال ابو الدب وابو الذيب، هتستعمله واغلب شيء يكون مشويات لانه يكون بشويه ذره تعرفون، فتقدر تستعمله ويا كل اشياء الشوي اضافه الى النزه، وتقدرون تراجعون خلطات الاسبوع مال ابو الدب وابو الذيب وتعرفون منها ويا من تقدرون تشربون هذا الويسكي. فتكون هاي خلطتنا، خلطة هذا الأسبوع من ويسكي كلايمور السيف العظيم. فأتمنى تكونوا استمتعتم بهاي الحلقة، وإلى اللقاء بالحلقة الثانية من خلطة الأسبوع. تحياتي.